السائل يقول إن بعض المنتسبين للعلم يرون الرد على المخالف وبيان أخطائه للناس من الغيبة، فهل هذا صحيح وما توجيهكم حيال ذلك؟ هذا على حسب القصد، إن كان قصد الذي يرد قصده التنقص والنيل من الشخص هذه غيبة ومذمومة ولا يجوز هذا. أما إن كان قصده بيان الحق، إن كان قصده بيان الحق ولا يجرح الشخص ويتعرض للشخص، إنما يبين الحق، يبين الخطأ والصواب للناس لئلا يغتروا بهذا الكلام وبهذا القول، هذا من باب النصيحة وليس من باب الغيبة، هذا من باب النصيحة، فرق بين الغيبة وبين النصيحة. نعم.